السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وبرامجنا يقول مالي حلقة صبح حلقة دعوة وحا تابع لنا جي ار تي دي يدولك عشان يسا نجروف ابو احمد جارهان تي سي ال برامج شو حنا حمر دورا تدوينها وحنا ودين دورا سؤال دورا او لحريدا دين تا دالكا يدغا تبا وحا سو قبل قابين اي يمبا سو ديرن اي سو جيدني وشاجر الي جيلي ارتن ياسين مهد عبد الرب لي احمد ام الخير لما تيو حن لنا هاي لسعود وناتسل مرحبا بكم بحلقة جديدة لبرنامج شو مقول مال هذا البرنامج الهادف والساعي لتعزيز ثقافة المجتمع الجوتي فيما يخص في دينهم وتاريخ بلدهم وثقافتهم. هذا الحلقة يأتيكم برعاية مجموعة أبو أحمد وخاصة تي سي إل للإلكترونيات، وسنقوم بجولة تساؤلية مع المجتمع الجيبوتي ليفوز معنا الجوائز المعدة لهذه الحلقة. تابعونا. السلام عليكم. الله سلام الله وبركاته. مجا؟ محمد رابلي. محمد سؤال شو حضرنا يسا؟ قسوة دي الأورنجري قسوة الخندق. أم بقى حزاب لوي قاني. أصحابي دي نبي عليه الصلاة والسلام. وسيه ريج أورنا يا إن هود أي قطان. أي دوفيس هود أودير أي شقطان. المدينة ده حديدة. أصحابي ده أيوها. اللهم صل على محمد. سيد بن حارس. سيد بن حارسة بكل جوابي جوابته ماشي دميلين خلاص عبر مش أقول مر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجا ولال علي حرسي والله علي حرسي يعني علي حرسي سواء شو حرونا يسا قزوة الأورجن قزوة الأحزاب يعني أي ود حيس والله يسام قرار ما حسنيس ما حسن أوكي خلاص عبر مش هيدا هي. السلام عليكم. عليكم السلام. مجا ولال محمد دعاء عبد محمد قزوة الأورنجري قزوة الأحزاب أما معركة الأورنجري معركة الأحزاب أي ورد حيسي قزوة الأحزاب إيوه أحزاب قزوة الأحزاب الأورنجري أي ده مرتهد علاب جلوف علاذات بوها ما يوم أقرأ نيت هي خلاص عبر برامشي برامش ما داوتها قول مال آه ما داوتها ده برامج في العين والله هذا نطاون ما سنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجا ولال سليمان سليمان حسين محمود. إن سليمان قزوة الأورنجري قزوة الأحزاب. أما معركة الأورنجري معركة الأحزاب. أي ود حيس. حبدا ما هي. ما هي سيد دب ملاهين ما داو تبرم مش هذا. ها عاد بنا صعدا عاد بنا صعدا دينين وعاد بوفي عن طيب. محن ضبور النهيد محن كبير النا محن كدرنا. وحن ورنا إن شاء الله حاجة قصي وضع. وبرنامج في عام وقت كستان دا وضافت لكم كسو قابا وكا حقا كسي وضع إن شاء الله أدو ما سنت أد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مجعا ولال شعاي محمد ياسين شعاي بوحن كويدي إن سورة اللي يقان أم الكتاب وصورة دي سورة أم الكتاب سورة النزعات سورة النازعات كل جوابته ان صح ما هن برامج ما داوتها من داوتها كورم برامج سي توصلوا لحريره برنامج شو يعجبني سفي انا ولا صعد مركب كجيب عبد ما سنت صح ما جاء ولال شرماكي عبد القادر شرماكي سورة لو يقان ام الكتاب وسورة دي
أم الكتاب عدان سكوب دايو وسورة الفاتحة وين؟ سورة الفاتحة جوابته صح هديد ويرتي دي وحنا هنا هديدو حال إنا يأفر ويان لم بربا دور نسا إن شاء الله عدان سكوب دايو إلهينا تلسارتو هذا نمبر صدح لمبر صدح أيو دورتي شرمارتي وحفظ بوليسي هديد ويرتي حلقة دينا نعاوة هديد ويرتي دي يدولك عشان إسا جروب أبو أحمد جارهان تي سي ال وحالينا مبروك ملالكي مهد عبدي أيا سينا أيا هديدة مبروك 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مجا أولا رضوان ميدان عمر رضوان سؤال شو حدو نيسا معركة دي الأحزاب الأورنج اللي بقصبت الأحزاب وحيكو عم بحضيه يتخندق هود لوقتي أو بفيس أهان لوقتي أصحابي دي بلاغا كياني مجعيبوها أصحابي دي بلاغا كياني إيه أصحابي قاوا ما حفزنها لكن أولي هواه المفسنها لكن وانا هي حديث كمان ما شاء الله مين المهم أجرى نروح كلا سوون برامج هذا قن ما إن شاء الله السلام عليكم. عليكم السلام. مجاولا محمد. محمد سؤال شو حر النساء؟ بس هو ذي أحزاب وخندقيل قاضي مسلمين تسود دفاعين. أصحابي ذي بلانجر الله يحيوها. أصحابي قاعدان سود وحوها سلمان الفارسي. سلمان الفارسي جوابته صح. هديده وإرتي ذي يدلك عشان يسجروا أبو أحمد. إن هديده وهل إنها يافر. صدح ولا دورت. معكوا هذا أنت كهذا. لمرد امر كلا كلا دورنا اه وهل انا يافر لمبر 3 ولا قات اي هل با دورتان ولكن محمد وحو كو ليسي هديدي لباد برامجين مانتا ان اقون مال حلق دي سمانتا هديدو وايرتي دي يدو لو تاشني سا جروب ابو احمد جار انتي سي ال صاحب جمهد عبد الروبلي ايا تقبل سينايا وحلنا هي همبليو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مجا محمد سو شو حرنيسا خليفتي لو يقاني خليف خلفاء الراشدين كيشان لو يقان وهدامية ان سومري ان دولتي اسلامكا اهانا ان بقر كمامولا يحل ذا وحلو بحيي ان خلفاء الراشدين كيشان لو بحيي ايوها عمر بن خطاب عمر بن خطاب بوري ان عمر بن خطاب وها ان خليفتي لباد وها كيشان ادنيك لو بحيي ماهين خلاص عبر رامي شاقون مال السلام عليكم وعليكم السلام مجاولا اسمه احمد عبدو اسمع سؤال شو حرنا يسا نيجي لو يقال ناي خليفة شن هذا يوها خليفة الخمس مقرن جلس عود جواب تبرأ مش أقول مال السلام عليكم عليك السلام طلاب كت جعولا محمد حسن محمد أيها خليفة لو يقال ناي خليفة شن هذا خلفاء الراشدين خليفة الخليفة الخامس نيجي لو بيعيوها علي بن أبي طالب وها إن جوابت صح ما هين جلس عبر مش أقول مال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مجاولا عثمان عمر فرة عثمان نسواش وحور نيسا أيوها نكي لو بحيي خامس خلفاء الراشدين نكي الشناد خلفاء الراشدين نكي الشناد خلفاء الراشدين وحوي أن أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب أنا كنت فهمي أن يرتر سنة يدي علي بن أبي طالب عثمان بن عفان إني شو ده بحيدان قصب ماهن لكن دولتي إسلام كي فراب النا سومري بوكمدها رجل وتلناي مرتاسي ده كسب أوجع لادين وحب حين خامس خلفاء الراشدين صح كيش أنا دوحة علي بن أبي طالب أنا مالين علي بن أبي طالب ويقول لك جوابي جواب تصح ماهن تلاس عبر رامي شاقون مال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مجاولا عبد يوسف سؤال شو حرنا يسا أيها نكي أصحاب ذا هاي عيدا كي قزودي يرموت بحي وجامين أي
معاد بن جبل بأمانة. معاد بن جبل إن جوابته إن مشي دميرين ترى صعوبة مش أقول مال. السلام عليكم. عليكم السلام. مجان؟ محمد. محمد سؤال شو حرونا إسا؟ أيوه هنيك لو يقال خامس خلفاء الراشدين. إن عمر بن عبد العزيز بأمانة. عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز جوابته صح هديد وارتيدي. يقول لك عشان يساعد أبو أحمد. إن أي أفر بنا هنا هذي ذا ما أنت هل والقاتي صدحنا والقاتي أفر. لما أفر بدورتي إن هذي بحين قندون تا محمد وحفظ وليسي هذي دي نضع سليد إن حلقة دين ما أنت هذي دو ارتدي يقول لك عشان يساعد أبو أحمد خاصة عن تي سي إل صاحبك مهدي عبدية قبل سنة أيوة حلينا مبروك محمد برامج شو مداوته؟ والله مرمرم بتيلي إن يركض داوته أنت قبل ما حلي لبا. halkan maxaad ya halkan ciyaalka medicine kaano waqtigiina waxa ku koonsaakareen medicine insha Allah taala wax barasho wanaagsan mabruud 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 assalamu alaykum alaykum assalam rahmatullah barakat ismaak naeem umar ahmed naeem man huwa alqaid alqazwa yarmut qaid qazwa yarmut yarmut رجال السؤال قائد غزوة يرموك لا ما عرفت تابع البرامج حتى تزيد معرفة إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام مجا ليبان سليمان بدر ليبان سؤال شو حضرنا نساء أيها هجاميه مسلمين تهجامين أي غزوة دي يرموك غزوة دي يرموك علي بن عني بن الدارب علي بن الدارب جواب تاسيم يشي دي مهلين تلسع جواب تبرامش أغن مال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مجا فلسف فرح فلسف سؤال شو حضرنا نساء أيضا لدي هذا أعظم آية آية أدوية القرآن آية أدوية القرآن ألف لاميم ألف لاميم ما جاء بيلا ذي سورة البقرة بلو ذي دي أتنى آية بحجرة سورة ذي حديدة الحمد 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 سورة الفاتحة الحمد بتري جوابته صح ماهين ثلاث صعوب رامش أقول مالك مجعولة حمدة حمدة النسوة شو حرون نساء أعظم آية آية دودوين قرآن آية الكرسي الكرسي كل أفر هديد برسيدني نوال الله وضدورتي إلا حبيت بوحدي هديد وإرتيدي يدولك عشان يسجروا أبو أحمد حمدة وحفظوا الاستاذ هديد ودن بيسي حلقة دينا مانتا صاحبة مهد عبدية تقبل سينايا هديد وإرتيدي يدولك عشان يسجروا أبو أحمد جارهان تي سي إل أدود ما صنف برامش مدى وطي حمدة أدو في عيني. ما تسند. وحن سود عرني دونان كي أفمرتي على قدينا المانتا برامشة وبرامشة قرمال. وحن حمريد دوينا وحن وبدي سؤال الدورة وحن هدو لسين هذه قيمة بدن. سود عرنتي سود جدين تو شكر عليه جل وحوا تو هلينا يا إن شاء بدن بحد ما اللي بيش بركة سائر بدن عن وطنه وهارت سني ياسين مهل عبد ربنا أحمد يوم الخير عبدي. دمانتي وحلينها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة حتى يتجد لنا اللقاء بإذن الله تعالى في حلقات مماثلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hiraj nakadu lek misjid alaqse.